الكثيرة. بعد كده بعد ما انتهينا من بعد ما خلصنا فكرة الفيديوهات اللي هي المصنوعة دي، دخلت على التلفزيون فعملت صورة ادخل على زي حوراء صالح دي، هم اللي مخترعينها. يعني انا قلت لهم عايز مذيعة تكون في الاربعينات وتكون ما تكونش يعني وجه قريب من المصري يعني، وعملوها دي واشتغل وبقت حوراء صالح هي المذيعة هي الصحفية. نعم اشمعنى الاربعينات يعني؟ لا ما انا عايز حد يكون ما يقولش يعني، عايز اقول يعني صحفية محترفة، لان هي كانت اول صحفية تشتغل وشغلها فعلا ما فيهوش اي غلطة، فحسيت انها تبقى يعني عندها خبرة يعني. المهم فجينا بعد كده عملنا موضوع اللي هو التلفزيون. اعرض حضرتك الخبر دور بتاع الدوره غدا ربنا في الباب. هو في حاجه اسمها ايه طلب حظ؟ لا في فيديو تاني. طب شوف كده، شوف الفيديوهات التانيين. مرحبا بكم من في البث التجريبي لتلفزيون مصر الآن ومتابعة إخبارية جديدة. في محاولة للدمج بين الماضي والحاضر، سيكون الذكاء الاصطناعي موضوعا رئيسيا في صالون ذاكرة الوطن للكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي. سيقام الصالون في 7 يوم 17 من يونيو بمركز طلعة حربنا الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية. وعلى الرغم من أن الصالون يحرص وبشكل أساسي على تقديم البطولات لإحياء الذاكرة الوطنية، إلا أنه لأول مرة يقدم بطولات الماضي مع بطولات المستقبل تحت عنوان صواريخ الذكاء الاصطناعي. وبهذه المناسبة يستضيف الصالون الكاتب الصحفي أشرف مفيد خبير صناعة المحتوى ورئيس تحرير بوابة مصر الآن، ليتحدث عن تجربته الرائدة حول استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام الرقمي الجديد. شكرا على المتابعة، ونذكركم بأنه سيتم إطلاق تلفزيون مصر الآن في 30 يونيو احتفالا بهذه المناسبة التي ستظل محفورة في ذاكرة الوطن. كان معكم مروان صالح المذيع الآلي بتلفزيون مصر الآن. دي كده نشرة الأخبار، يعني احنا حولنا الصورة دي صورة هو اخترعها الذكاء الاصطناعي وانا دخلتها في الاستوديو وودينا له الخبر، بدا يتحرك شفايفه ويحرك دماغه كانه، لكن هي اصلا صوره حيه مش فيديو. دي كانت تجربه التلفزيون. في فيديو تاني بس فاضل. نشرة برضو يعني مش دي كانت نماذج للتلفزيون، وان احنا ازاي ان عندنا نوعين، الفيديوهات العادية بديله سكريبت بيدور على يدور على المشاهد وعلى اللقطات المصورة ويركبها على الكلام حسب الكلام المكتوب في السكريبت. اما النشرة فدي احنا بنختار مذيعين، وكل مذيع بنديله الكلام اللي هو ما عايزينه يتذاع، وبيظهر زي ما حضراتكم شايفين بيحرك بقه يحرك عينيه كانه مذيع بالظبط الكلام، لكن هي مجرد صوره يعني. انا كده لو في اي تساؤل يعني. ثانيه. شكرا جزيلا استاذ اشرف مفيد. الحقيقه يعني انا اعتقد انه زادنا حيره وزاد الامور غموضا، ويعني كلنا لازم نروح نتعلم للذكاء الاصطناعي والا ان يعني ربنا يستر علينا. لكن عاوز اقول عشان عاوز امشي. نعم
أو ما تمشي ليه من قاعد مع الاستاذ ده؟ معلش انا ده. عندي صور. طيب احنا لنا نظام يا دكتور امير بس هنكسره عشان خاطر ماشي احنا لنا نظام في الصالون هنا انه بناخد ما حدش يرفع ايده كل الناس بتتكلم استاذن منكم يا جماعه او سرع شويه كلهم واقفين ده صوره عيد الميلاد مش هيمشي نعم مش هيمشي عشان هو ماهوش حاجه لا هو رايح المنيا رايح المنيا عارف رايح المنيا اتفضل يا دكتور امير احنا دلوقتي احنا خلي بالكم خلوش موضوع الذكاء الاصطناعي يطغى على النص الاول من الندوه الصالون يعني